بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وارفريم. اليوم بإذن الله يا إخوان راح نتكلم عن الأشياء اللي جابها التاجر البارو كثير لجميع المنصات، منصة البي سي كذلك منصة الكونسول. فأصحاب الكونسول انتظروا شوية حتى نخلص إن شاء الله الأشياء اللي جابها عند البي سي، بعد كده راح نتكلم ونشوف الأشياء اللي جابها عندنا، وبعد كده نشوف الأشياء المهمة. طيب نبدأ الآن بأجهزة البي سي. أجهزة البي سي يا إخوان تميزت بشكل كبير جدا خلال هذا الأسبوع، جاب عندكم أشياء ممتازة جدا بشكل خرافي، فحاول انك تشد حيلك، راح تتعب كثير، راح تبذل مجهود برضو كبير، فما راح تندم نهائيا لما تحصل او تحصل على جميع الاشياء اللي جابها. فخلونا نشوف الحين ايش هي الاشياء المهمه حسب الترتيب من الاشياء اللي جابها البارو كثير. خلونا نبدا. طبعا راح ادخل على جهاز الارسنال زي ما انتم شايفين. الاشياء اللي جابها عندكم يا اخوان من الاشياء المهمه، راح نبدا بمودات البرايمد. طبعا اهم مود في الاشياء اللي جابها كامله عندكم اللي هو المود اللي اسمه برايمد فلو. هذا المود يا شباب يعتبر اهم مود موجود عندكم من مودات البرايمد. هذا المود وظيفته يرفع لك القيمه الخاصه بالانرجي في الشخصيات، بحيث انك تقدر تقاتل بالابيليتي بشكل كبير جدا داخل الجيم وبشكل مريح جدا. فالمود هذا يعتبر هو اهم مود موجود عندكم. حاول 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 ان هذا الاسبوع ما يعدي الا تكون حصلت على هذا المود، فهذا ترتيبه الان عندكم في المركز الاول من ضمن المودات. فاذا كان عندك هذا المود شيء ممتاز جدا ان عندك هذا المود وتقدر وقد حصلت عليه، لأنك إذا حصلت عليه الآن ممكن تستفيد منه في التجارة مستقبلا، فهمتوا؟ فخلونا نشوف الحين الأشياء اللي جابها برضو عندكم. جاب عندكم مودين من مودات البرايمد خاصة بأسلحة الشتغن، واللي هي هذه المودين يا أخوان أنا أعتبرها زي التوأم في سلاح الشتغن، فإذا كان أنت من الناس اللي تحب دائما تقاتل بأسلحة الشتغن، وسلاح الشتغن أنا أشوف أنه سلاح أساسا لا يمكن الاستغناء عنه في اللعبة، لكن إذا كنت من الناس اللي دائما تحب تقاتل فيها حاول أنك تحصل على هذه المودين بأي ثمن عشان تقدر تستفيد منها داخل الأسلحة الخاصة فيك. لكن إذا كان أنك تشوف أنك مضغوط ما تقدر تحصل على الاثنين، أكيد أني بقول لك أحصل على هذا المود، لأنه قيمته يعطيك قيمة دمج 165% من الدمج. يعني هذا المود كأنه ريفن مود لحاله، فهمتوا؟ فهذا المود يعتبر مود مهم جدا، لكن زي ما قلت أنا أعتبر الاثنين هذه عينين في رأس واحد، فحاول أنك تحصل على الاثنين مع بعض، لأن هذا يعطيك كريكتل دمج كأنه يضاعف لك القيمة اللي تحصل عليها في هذا المود، فهمتوا؟ طيب نشوف اللي بعده. طيب يا شباب المود اللي جابه عندكم بعدها اللي هو المود الخاص بالأرشوينج. هذا المود يا أخوان مود قليل جدا يجيبه البارو كثير، اللي هو هذا المود. هذا المود يا اخوان وظيفته انه يرفع عندكم قيمة السترينث الخاص بالارشوينج. يعني اذا كان مثلا ارشوينج دفاعية فبيكون دفاعها اقوى، اذا كان ارشوينج قتالية فبيكون قتالها اقوى. فهذه الاشياء كأنك ركبت مثلا المود اللي اسمه بليند ريج، كذلك المود الترانزنت انتنسيفاي، المودات اللي تركبها في الشخصية اللي تعطيك باور سترينث، فهمتوا؟ هن نفس الطريقة، يعطيك باور سترينث خاص للارشوينج او الطائرة الفضائية الخاصة فيك. فالمود هذا يا اخوان قوي جدا ومهم جدا لدعم القدرة القتالية الخاصة بالأرشوينج الخاص بك، وهذا مود برايمد. يعني أول شيء مود قليل جدا يجيب البارو كثير، ومود نادر جدا، ومود يقوي الأرشوينج الخاص بك بشكل خرافي. فحاول أنك برضو تحصل على هذا المود، وزي ما قلت لكم من البداية راح تبذلوا مجهود خلال هذا الأسبوع، لكن راح تحصلوا على أشياء مميزة جدا موجودة عندكم يا أصحاب البي سي. خلينا نشوف الحين اللي بعده. اللي بعده يا شباب جاب عندكم اللي هو المرافق او المود الخاص بالبرايمد الخاص بالمرافقين، مود الريجن. المود الريجن هذا يا اخوان انا اشوف انه قليل جدا استخدامه، لكن كثير من اللاعبين يحبوا يستخدموه خصوصا مع المرافق ديجن، لان هذا وظيفته نفس وظيفه المود اللي اسمه ساكرفايس اللي يعطيك ريفايف داخل الجيم، لكن هذا يسوي لك 3 مرات تقريبا داخل الجيم. انا صراحه ما لعبت فيه كثير ولا أنا متمكن ولا اقدر اعطيك معلومه اكيده عنه، لكن هذا تقريبا مشابه لمود السكرفايس بحيث انه يعطيك ريفايف. لكن لو سالتني اكيد اكيد برشح لك مود السكرفايس حتى لو تشتريه من اللاعبين، افضل منه بشكل كبير. لكن اذا كنت انك تشوف انك ما تقدر تحصل على هذا المود ولا لقيته، فيعتبر مود الريجن مود داعم لك ضمن استخدامه في المرافقين. وزي ما قلت واكرر واقول، هذا المود قليل جدا استخدامه، يعني من بداية اللعبة إلى الآن عدد على الأصابع، يعني عد الناس اللي استخدموا
هذا المود، ولك القرار في النهاية. شوف أنت جرب أول شيء المود العادي، إذا ناسبك استخدم مود البرايمد، بس هذا ينفذ لك المهمة 3 مرات فقط. فهمتوا؟ فعشان تكون عندكم الصورة واضحة. خلينا نشوف الحين إيش اللي جابوا عندكم برضو. طيب بالنسبة لكم يا شباب، جاب عندكم مجموعة من الأسلحة. الأسلحة اللي هي عندكم الأول اللي هو سلاح بريزما تترا، هذا السلاح، هذا السلاح يا أخوان يعتبر من الأسلحة القوية من ناحية البيلد الخاص بالستاتس، ويعتبر فيه الفاير ريت عالي ورشاش سريع جدا في الطلق. أنا صراحة ما استخدمته بشكل كبير جدا، لكنه من الأسلحة القوية. هذا السلاح يا شباب قوي جدا، هذا السلاح يعني اللي يبغى يستخدمه ما راح تندم نهائيا إذا ضبط البيلد الخاص فيه. لكن أنا والله ما فضيت إني أضبط البيلد الخاص فيه، لكن زي ما قلت لكم المود هذا أو السلاح هذا سلاح مميز جدا وقوي جدا. أما إذا كنت عندك أسلحة قوية وتبغى تمشي في الإكس بي، تقدر تحصل عليه وتشتري جمع النقاط الإكس بي الخاصة فيه زي ما أنا سويت بالضبط. لكن السلاح زي ما قلت سلاح قوي جدا ويستاهل إنك تهتم فيه. نشوف الآن السلاح اللي بعده. السلاح اللي بعده يا شباب اللي هو سلاح الفايبر ريث. السلاح هذا يعتبر من الأسلحة قليلة الاستخدام في اللعبة، يعني هذا السلاح ما في كثيرين من اللاعبين يحبوا يستخدموه، لأنه ممكن إنهم يحبوا يستخدموا اللي هو التوين اللي هو الاثنين المسدسين اللي مع بعض. لكن هذا زي ما قلت سلاح قليل جدا استخدامه، فإذا كان يسبب لك مثلا جهد إضافي في اللعب اليوم أو تجميع النقاط عشان ما تقدر تحصل على المودات، أجل هذا السلاح الآن. لكن إذا كنت من الناس اللي تسعى وراء نقاط الإكس بي، فحاول إنك تأخذه عشان تستفيد من النقاط الإكس بي الخاصة فيه. ولزي ما قلت هذا السلاح يا شباب قليل جدا استخدامه في اللعبة، والقرار راجع لكم في النهاية. فهمتوا؟ خلينا نشوف الحين اللي بعده. اللي بعده جاب عندكم يا اخوان مجموعة من الدروع اللي تتركب في الشخصية. خلينا ندخل برضو جهاز الارسنال عشان نعرضها لكم. زي ما انتم شايفين جايب عندكم مجموعة من الدروع، لاحظوا الان اللي على الكتف، كذلك اللي على الصدر هنا، وبرضو الله يكرمكم في الارجل، هذه الدروع الخاصة اللي جات عندكم. وبرضو جاب عندكم وشاح مميز جدا، هذا الوشاح هذا صراحة يعتبر من الاوشحة الحلوة في اللعبة، يعني كثير من اللاعبين يحبوا انهم يحصلوا عليه. خلينا اوريكم اياه بشكل افضل ان شاء الله بس ما يتحرك. هذا هو الوشاح الخاص فيه، فبرضو هذا من الاوشحة كثيرة الاستخدام في اللعبة، خفيف جدا ويعطي شكل حلو جدا للناس اللي تحب تسوي ستايلات خفيفة للشخصيات الخاصة فيها. فهذا الوشاح يعتبر وشاح مميز وخفيف جدا وحلو جدا مع نفس الأطقم الخاصة بالدروع اللي جابها. والدروع يا شباب اللي جابها هذه والوشاح كثيرة الاستخدام في اللعبة، كثيرة الاستخدام في اللعبة. خلونا نتأكد برضو ايش جاب عندكم يا أصحاب البي سي. طيب برضو جاب عندكم اللي هو المرافق اللي اسمه شاد، المرافق أو الشيد. المرافق شاد يا أخوان وظيفته نفس وظيفة المرافق اللي اسمه هرس، الله يكرمكم الحيوان اللي هو الكلب اللي يخفيك، هذا يعطيك نفس الوظيفة إذا ضبطت البيلد الخاص فيه. طبعا أنا مسوي له بيلد، هذا هو البيلد اللي أنا مسوي له. المرافق هذا يستاهل إنك تهتم فيه، لأنه أساسا يفيدك بشكل كبير جدا داخل المهمات، يخفيك ويقاتل معاك ويساعدك نفس طريقة المرافق هرس، لكن إمكانياته أقل من المرافق هرس. لكن أنت لازم تعرف إن هذا المرافق يعتبر من أفضل المرافقين في اللعبة، من أفضل المرافقين في اللعبة، لأنه يعتبر جاسوس من ضمن المهمات الجاسوسية، بحيث أنه يخفيك ويساعدك داخل المهمات. برضو جاب عندكم بعض الدروع الخاصة فيه، وهذه هي الدروع اللي جابها عندكم زي ما أنتم شايفين. طبعا أنا بالنسبة لي أنصح أنك تحصل على المرافق شاد، أنصح بشكل كبير جدا، لأنه مرافق مميز وصراحة راح يفيدك بشكل كبير جدا، وإذا حصلت عليه إن شاء الله أنك ما راح تندم ابدا. تمام. الشيء الثاني جاب عندكم 3 أشياء حلوه، اللي هي اول شيء الريلك الخاص بسلاح الاكاليكس. اللي مو عارف سلاح الاكاليكس اللي هو المسدسين يا شباب اللي تجي من سلاح الليكس، فراح اوريكم الان اللي هو السلاح اللي اسمه الاكاليكس. هذا السلاح يا شباب قوي جدا دمجه، جدا قوي دمجه اذا ضبطته، بس يبغى لك تبذل مجهودك فيه. فحاول اذا كنت تبغى تحصل على ريليكاته فرم على اللي هو الاكاليكس بلو برنت والاكاليكس لينك، اما بقيه القطع تقدر تفرمها من قطع الليكس العادي. فهمتوا؟ فهذا السلاح برضو يعتبر قوي جدا، لكن جاب عندكم الريليك الخاص فيه، وهي نسبه حظ، وهذه مغامره، ممكن انك تستفيد ممكن انك ما تستفيد، فهذا شيء راجع لك. لكن لازم تعرف ان هذه من الاشياء الحلوه برضو اللي جاب عندكم. برضو جاب عندكم بوستر اكس بي لمده 3 ايام، هذا مفيد جدا لك اذا كنت بتلف الاسلحه تلف الشخصيات. واخر شيء اختم فيه عندنا عند اصحاب البي سي اللي هو الكويست الخاص بشخصيه ايناروس. اذا كان ما عندك شخصيه ايناروس حاول انك تحصل على هذا الكويست
ونفذ هذا الكويست مشروح عندي في القناة بإذن الله أنك راح تحصل على شخصية مميزة جدا. وانتبه انتبه انتبه لا تحذف شخصية إناروس، لو حذفتها ما راح تقدر تحصل عليها إلا عن طريق البلاتينيوم. نيجي الآن يا أخوان لأصحاب الكونسول، خلونا نشوف الحين إيش جاب عند أصحاب الكونسول. خلونا نبدأ. Browsing is always free. How fortunate for you. طيب شباب، بالنسبة لأصحاب الكونسول الشباب احنا ما جاب عندنا أشياء كثيرة مميزة، لكن في أشياء حلوة أنا أنصح فيها، راح أنصحكم بالأشياء اللي موجودة عندنا. هو ما اهتم صراحة عندنا خلال هذا الأسبوع ما جاب لنا، كنا متوقعين إنه يجيب لنا مودات الانيمال انستانسيت، مودات كثيرة نحتاجها، لكن تفاجأنا إنه جايب لنا الأشياء هذه، فممكن ما راح تفيدنا بشكل كبير. عموما في ثلاث مودات عندنا بالأعلى، هذه الثلاث المودات تفيدك في أسلحة الميلي بشكل عام، لكن أنا ما أنصح إنك تشتري الثلاث المودات الموجودة بالأعلى. ليش؟ لأنك تقدر تحصل عليها بشكل كبير، لكن إذا كان ملزم إنك تشتري أكيد في مود أنا أكيد إني بنصحك فيه اللي هو تيمبو رويال. هذا المود أكيد 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 بنصحك إنك تشتري، لأن هذا المود قليل جدا تحصل عليه، وأنا من بدأت اللعبة يا شباب إلى الآن لي 600 يوم ما عندي إلا مود واحد فقط من هذا المودات أو من هذا المود، فهذا المود قليل جدا تحصل عليه في اللعبة ونادر جدا، ففرصة لك الآن اشتريه، يعني لا تضيع وقتك واشتري هذا المود بشكل سريع، خصوصا إنه ما في عندنا ضغط في تجميع النقاط. الشيء الثاني، إذا كنت تبغى تشتري مود من المودات، هذا برضو من المودات الميلي، يتركب على الأورا الخاصة بالميلي، هذا برضو من المودات النادرة واللي أنصح إنك تشتريه برضو، لكن بقية المودات راح تطيح لك بكميات هائلة داخل اللعبة، فما راح أنصحك إنك تشتريها نهائيا. طيب نجي الحين للي بعده. اللي بعده جاب عندنا يا اخوان اللي هو السلاح اللي هو بريزما توين. طبعا هذا السلاح يعتبر نظام رشاشات، نظام رشاشات نفس طريقة سلاح الاكستلتو. اللي شافتني العب بسلاح الاكستلتو وكان وده يحصل على سلاح مثلا الرشاشات من اسلحة السكندري زي الاكستلتو، زي سلاح مثلا الاكسوماتو، هذا نفس طريقة قتاله. وهذا السلاح يا شباب سلاح قوي جدا وفتاك جدا جدا جدا، وراح اوريكم البلد اللي انا مسويه على هذا السلاح عشان تشوفوه وتشوفوا ان انا فعلا من الاشياء اللي عجبتني داخل اللعبه اللي هو هذا السلاح، لانه سلاح يعتبر سلاح مميز جدا. طيب اللي بعده جاب عندنا يا اخوان اللي هو الجوانتا فاندال. الجوانتا فاندال قليل جدا استخدامه في اللعبه، يعني ما قد شفت لاعبين كثيرين يحبوا يلعبوا بهذا السلاح، لكن اذا كنت انت من الناس اللي تبغى تجرب وتبغى تغامر وخايف انك تندم بعدين، افتح اليوتيوب الان واكتب اسم السلاح وروح تشوف طريقة قتاله، لانه الطريقة الخاصة بقتال هذا السلاح طريقة غريبة شوية في القتال، لكنه هو يعتبر من الاسلحة القوية، لكن بالنسبة لي انا ما شفت كثير من اللاعبين يحبوا يلعبوا فيه لانه طريقته غريبة شوية في القتال. فانت تقدر تبحث الان في اليوتيوب وتشوف هل السلاح هذا يستاهل انك تشتريه او لا. اما اذا كنت من الناس اللي تجمع نقاط الاكس بي، اكيد بقول لك خذه عشان تستفيد من نقاط الاكس بي زي ما انا سويت بالضبط. انا حصلت على النقاط الاكس بي الخاص فيه وصراحه تركته على جنب، يعني ما عاد استخدمته نهائيا. هنا سكن خاص بنفس السلاح، يعني اذا كنت بتاخذ سكن، اذا كنت من الناس اللي بتستخدم خذ السكن الخاص فيه. وبرضو عندنا المرافق شاد. المرافق شاد تكلمت عنه لاصحاب البي سي فما يحتاج اكرر الكلام مره ثانيه. المرافق هذا ممتاز جدا، حاول انك تحصل عليه لانك ما راح تنجم نهائيا. هنا ربطه راح تعلقها على الميل الخاص فيك، تعطي شكل حلو للسلاح الخاص فيك زي ما انتم شايفين بالاسفل، فهذه من العقد اللي تعلقها على نفس السلاح بحيث انها تعطيه لمعه حلوه داخل الميلي اللي انت بتستخدمه. طيب بعد كده جايب عندنا وشاحين. الوشاح الاول اللي هنا هذا الوشاح الخاص بالبارو كثير نفسه، للناس اللي تجمع الطقم الخاص بالبارو كثير، لانه في ناس كثيرين يحبوا يهتموا بالطقم الخاص بالبارو كثير، فهذا الوشاح الخاص فيه يا شباب. تمام. ثاني شيء جايب عندنا وشاح خفيف جدا. الوشاح هذا انا احتمال اني راح اشتريه لانه خفيف جدا اتوقع انه راح يضبط بعض الشخصيات عندنا، فانا ممكن اني احصل على هذا الوشاح بس ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو. فالوشاح هذا يعتبر من الاوشحه اللي عجبتني، لكن انت زي ما قلت لك هذه هي الوشاحين الموجوده. بقيه الاشياء جايب لنا عندنا هنا سكنات للمرافق اللي اسمه شاد، وهذا هو السكن. خلينا نوريكم اياه الان. Perhaps a Davo deal would be more your speed. أو طبعا مسكن، يعني يعتبر زي الأرمر الخاص فيه. فلاحظوا الآن هذا هو الشكل الخاص فيه، هذا هي الأشكال اللي جابها، فتقدر تركبها على أي مرافق، مو شرط يكون مرافق شاد، أي مرافق آلي سواء هيليوس كارير أي أيا كان،
فهذه هي الأشكال الخاصة فيه. صراحة أنا أشوف أنها حلوة هذه الأشياء، تقدر تحصل عليها الآن فهي فرصة ذهبية لك. آخر شيء جايب عندنا يا شباب اللي هو زي التاج أو زي الدرع يتعلق على شخصية الأوبيراتور الخاص فيك، فإذا كنت من الناس اللي تحب تهتم في الشيء هذا فهذا راح يفيدك بشكل كبير. ولا تنسى أن هذا الطقم برضو من أطقم البارو كتير زي ما أنتم شايفين، هذه العلامة اللي على شكل معين هي العلامات الخاصة بالبارو كتير، هذا للناس اللي تحب تهتم بتجميع الطقم الخاص بالبارو كتير نفسه. وألوان، ألوان هذه فرصة ذهبية برضو للناس اللي تحب تضبط شخصياتها، فالألوان هذه تعتبر من الألوان الحلوة داخل اللعبة. وآخر شيء عندنا اللي هو الكويست الخاص بشخصية إناروس، زي ما قلت احصلوا على هذه الشخصية إذا كان ما حصلتوا عليها، وأكرر وأقول انتبه 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 لا تحذف شخصية إناروس، إذا حذفتها ما راح تحصل عليها إلا عن طريق البلاتينيوم. فأتوقع يا شباب هذه هي أهم الأشياء الموجودة عندنا. طيب حاولت أن أتكلم عن أجهزة البي سي، حاولت أن أتكلم عن أجهزة الكونسول، أتمنى يا شباب أني ما كنت نسيت أي شيء، وأتمنى أني طرحت أهم الأشياء اللي تحتاجوها. لا تنسي يا اخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسي يا اخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نحن مستمرين في طرح جميع الأشياء اللي تحتاجوها في اللعبة. وبالنسبة للناس اللي سألوني عن أسلحة الأوبيراتور، في فيديو قريب جدا راح يعجبكم بشكل كبير خصوصا أسلحة الأوبيراتور، انتظروا الفيديو اللي راح أتكلم عنه إن شاء الله بعد تجارب لجميع الأسلحة الخاصة فيه. هذا اللي عندي، وسلامتكم، مع السلامة.